السلام عليكم، ازيكم؟ جميل، عاملين ايه؟ ان شاء الله الفيديو ده هنتكلم عن دايركت اديتنج. هنجرب هن يعني هنكمل في الدايركت اديتنج، وهنتكلم النهارده على الموفيز. الموفيز لو انت عندك زي فيس كده، عموما انا اخترت الفيس ده، اقدر اعمل فيه كل حاجه. اقدر اوفست، يعني ابدا احركه بمسافه معينه، لكن كنت شايفين كده، ولو عملت كده هو بيكبر الدومين بتاعي بكل سهوله. ممكن كمان نغير نعمل ترانسليت، هو نفس الكونسيبت، يعني انت هتطلعه او تنزله بمسافه معينه، تمام. ممكن برضو ترانسليت مش قدام ورا، ممكن يعني ممكن هنا مثلا، اوكي. تعالى كده نشوف. بس هو اي ثينك برضو ايه هيعمل في بقى فكره الروتيشن، ان انا اروتيت، يعني طبعا شايفين كده لو عملت كده. بس هو عمل ازاي؟ قدر يحول لي الشكل كده، فده حلو قوي بصراحه، ان هو بيسهل الفكره بان انت معاك الفيس وبتغيره على طول. تعالي بقى، تعالوا بس نقفل ده. وهعمل حاجه، ان انا افرض كمان لو جاي لي الفايل بتاعي من سوليد بارت، يعني ممكن يكون جاي لي اس تي بي مثلا، ايه رايكم؟ يعني ممكن مثلا يكون جاي لي اس تي بي زي كده، او شيك مثلا، تمام، الفايل. وهعمل سيف في الديسكتوب، وتعالوا نروح نعمل نيو كده وبارت اهو. وواحد باعت لي اس تي بي، هل اقدر ارسم عليه؟ انا عارفين كويس ان اس تي بي ده مش هعرف اعدل عليه في السوليد وورك، يعني مش هعرف اعدل عليه كتير، تمام. بس اقدر بالدايركت ايدجنج اعدل عليه عادي جدا. فانا هعمل اوبن، واجي هنا اختار شيك فايل. هو شيك فايل ده هيفتح معايا الاس تي بي فايل، هو فتح معايا اهو، ماشي. زي ما انتم شايفين كده، هو يعني ايه، هو طبعا اقدر يعني اقدر ارسم كل حاجه عليه، بس زي ما انتم شايفين ان انا كمان بالموف فيس على طول دايركت بقى هنا. هو طبعا مش باضي معايا هنا، هاجي انا بالدايركت اديتنج برضه موف فيس، برضه بياخد نفس الفكره عادي جدا، ما عندوش مشكله، واعدل على الجسم بكل سهوله، واروح اسيفه كسوليد بار او اسيفه كمان كاس تي بي، بس كده. اوكي، يا رب يكون فيديو مفيد، وان شاء الله نلقى فيديو جديد باذن الله. السلام عليكم.